السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي راح نتابعها. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. ضمن الواقع السياسي اللي يمر به البلد، حثت الكثير من التغييرات على جميع الأصعدة بعد الوصول إلى مراحل يأس بجثوم الانسداد السياسي، لكن المرحلة الحالية قلبت كل الموازين حتى كاد المواطن ما يصدق بعد ما قبع في زنزانة الإرباك اللي حصل في الحكومة السابقة. فتقديم الخدمات للمواطنين هو واجب الحكومة تجاه الشعب وحق من حقوقهم البسيطة، لكن بعد ما افتقدها المواطن طيلة الحقب الماضية وبعدما كل ومل من المناشدات، اليوم يرحب بهذه الخدمات ويتأمل خير بأن تتوسع الحكومة بإنجازاتها اللي وعدت بها ضمن برنامجها الحكومي. خصوصا اليوم تعتبر الحكومة الحالية إما فرصة من فرص النجاة للبلد أو ربما رصاصة الرحمة على ثقة المواطنين بالمنظومة السياسية قاطبة، لكن ما نراه اليوم وما يتحدث به المراقبون أن مزن الوعود تغيث البلد بماء الإصلاح الحقيقي. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة راح نتابعه على مستوى دولي في حصادنا لهذه الليلة قبيل ساعات من ما يعرف بالعرس الديمقراطي. دخلت البحرين في صمت انتخابي لم تصمت معه المعارضة البحرانية في إعلان موقفها الرافض لهذه الممارسة الصورية والمفرغة من محتواها الحقيقي. انتخابات بلا ناخبين، توصيف دقيق للانتخابات البرلمانية في البحرين اللي راح تنطلق في 12 من الشهر الجاري، وهي ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها المعارضة البحرانية قرار المقاطعة، فعمليا حذفت السلطة ربع الناخبين من قوائمها، وهذا يدل بلا شك على أن هنالك خللا في التمثيل الحقيقي للشعب، أي أن العملية برمتها افتقدت للشفافية والمصداقية. إذن تحدثنا عن قوانين والأعراف الدولية في هذه الحلقة، راح نتحدث أيضا وما سلف يؤكد أن النظام يريد اقتلاع الشعب المخالف لسياسته، لا بل يرقى الفعل إلى مستوى الاجتثاث والاستئصال القاسي. مشاهدينا راح نناقش هذين الملفين المهمين في حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. في طريقة التنفيذ للوعود والعهود اللي ألزمت الحكومة بها نفسها، هنالك استبشار من قبل الشارع العراقي بهذه المرحلة اللي صنعت برغبة شعبية وإرادة المواطنين باختيار هاي الحكومة لما رأوا منها من برنامج وصفوه بالرصين. وما نشاهد اليوم من وفاء بهذه الوعود رغم الحاجة إلى العديد من المتطلبات والوقت لإكمال هذا المشروع. نفتح وياكم مشاهدين أحبة هذا الملف ونناقشه مع ضيفنا الكرام، لكن بعد أن نتابع تقرير زميلتنا نهى الشمري. هي ليست عصا موسى لتشق بحر تنفيذ الخدمات بسرعة تسابقية مع الزمن. حكومة الخدمات تبدأ شيئا فشيئا نحو إصلاح الواقع العراقي الذي تهالك منذ ما يقارب 19 عاما، حيث الطرق المتردية والمدن المتناسية والأخطاء التراكمية، إذ يرى المراقبون أن الخطوات الأساسية لكل مشروع فتي تسلكها الحكومة الجديدة اليوم بخطوات متتابعة وراكزة. نجد أن حكومة السيد السوداني هي حكومة لديها القدرة والهمة على تغيير شيء. نحن هذه الخطوات التي قام بها، نحن نقول خطوات يعني ببداية الطريق، ولكن نريد خطوات أوسع، لأنه عندما يحاسب فاسدا كبيرا الناس تلتف حول محمد ويقولون هذا الرجل الشجاع الذي يمكن يبني العراق. احنا نسترجي وندعو ان الحكومه تكون ايجابيه وتلتفت للمواطن العراقي، بس انه نبقى ونقول انه لابد ان نعطيها مجال، نعطيها فسحه من انه تتكون نفسها وتنتقي الوزراء المعنيين اللي التكنقراط، انه بحيث انه نخلي الشخص مكانه المناسب. فالتغيير السياسي الذي يعيشه البلد في المرحلة الحالية يلمسه المواطن على أرض الواقع، بدءا بتغيير الكادر الوزاري لكل القطاعات وكذلك الخدمات المقدمة، حيث توجيه الفرق الهندسية والخدمية والحملات الإعمارية مشاريع تصب في مصلحة المواطن والنهوض بالواقع الخدمي تنفيذا لما جاء في البرنامج الحكومي. يعني أكيد بداية موافقة السيد السوداني في كثير من الملفات،
اكو مهم واكو مهم جدا. استطاع السوداني ان ياخذ المهم جدا، اولا محاربه جائحه الفساد، واستطاع ان يكشف اكبر شبكه للفساد في تهريب النفط، وهذا شيء جدا. اليوم السيد السوداني يسير بايجابيه صحيحه. السيد السوداني اليوم اعطى للشارع العراقي، اعادت الثقه للشارع العراقي. اهداف الحكومه الحاليه اختلفت عن سابقاتها بحسب المتتبعين لتواتر الحكومات الماضيه وبرامجها، من حيث الخطوات المتسارعه لانجاز الواجبات الحكوميه تجاه البلد، وما زالت ثمار الوعود للحكومة الجديدة يانعة يحصدها المواطن يوما بعد آخر. خطوات إيجابية وجريئة وصفها المراقبون تعد بارقة أمل للبدء بمرحلة جديدة نحو إصلاح حقيقي وتنفيذ البرنامج الحكومي. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، ورحب بضيوفي الكرام الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. حياك الله دكتور علي ضيفا كريما. حياكم. وكذلك أرحب بك أستاذ قاسم العبودي المحلل السياسي ضيفا كريما في الاستوديو. أهلا مرحبا بحضرتك. أهلا مرحبا. وسينضم معي عبر الهاتف النائب عامر الفايز رئيس كتلة التصميم النيابية. أبدأ مع حضرتك دكتور علي الجبوري، يعني يستعد رئيس الوزراء وحكومته بإجراء بعض الإصلاحات كما وعد في البداية. من هذه الإصلاحات إصلاحات سياسية، إصلاحات إدارية، بل حتى إصلاحات يعني خلينا نسميها خدمية. بهذا الجانب كيف تنظر إلى هذا المسار؟ هل سيؤدي إلى تحقيق شعار الحكومة الذي رفعه الإطار التنسيقي منذ البداية بأن هذه الحكومة ستكون حكومة خدمات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ أحمد ولي ضيف الكريم أستاذ قاسم ومشاهدي القناة الكرام. ابتداء يعني الوضع اللي يعني ولدت من خلال الحكومة والبيئة التي ولدت من خلال هي لم تكن على الإطلاق يعني مشجعة، ونتراجع قليلا أو لنعد قليلا، هي جاءت من خضم الخلافات والتقاطعات الكبيرة اللي استمرت تقريبا عام كامل بعد الانتخابات الأخيرة. وبالتالي حكومة تصريف أعمال لمدة سنة، لك أن تتصور ماذا عملت. وبالتالي يعني عملية معالجة هذه الجوانب سواء كان بجنبتها القانونية أو السياسية أو الخدمية أو القائمة طويلة، أنا أعتقد تحتاج إلى جهد استثنائي. لذلك أنا أعتقد يعني الجهود التي تبذلها حكومة السيد السوداني، والسيد السوداني شخصيا في مسألة معالجة هذه التركة، أنا أعتقد ربما فيها خطوات متقدمة من خلال الخطوات التي تم التركيز عليها، وهذا حقيقة يعني ما ربما يكون هو بداية النجاح الحقيقي للسيد السوداني شخصيا كإدارة دولة ونظام سياسي، أو للحكومة بنمتها، وهو عملية انتقاء بعض الملفات الاستراتيجية المهمة الأساسية التي ينبغي أن يكون فيها عملية الإصلاح بتركيز عالي، وأن يكون هنالك جهد كبير للدولة ولمؤسساتها في هذا المجال. لذلك شفنا ولادة ما يسمى بالجهد الهندسي اللي كان حصيلة لعملية يعني استقطاب آليات ومهندسين وإمكانات بشرية من كل الوزارات العراقية باتجاه عملية يعني تسخيرها لمعالجة الجوانب الخدمية، وبدت حقيقة في بعض المناطق المنكوبة حقيقة، اللي هي تصح عليها هذه الكلمة أو هذا الوصف في بغداد، وربما سيأتي الدور للمحافظات يعني تباعا. الموضوع الآخر هو فيما يتعلق بموضوع متابعة ملف الفساد، أو ما أسماه السيد السوداني بجائحة الفساد، اللي حقيقة يحتاج أيضا إلى وفق التركة اللي تحدثنا عنها، واللي هي تركة حكومة تصريف الأعمال فضلا عن الحكومات السابقة، يحتاج إلى جهد كبير جدا واستثنائي في هذا المجال. أنا أعتقد يعني الضربتين الموجعتين التي وجهت للفاسدين تحديدا في موضوع تهريب النفط وكشف يعني تداعيات وملابسات موضوع يعني سرقة المواد أو الأموال الضريبية، الأمانات الضريبية، أنا أعتقد هذا ربما بداية بالاتجاه الصحيح، ينبغي أن يعضد بهذا الاتجاه. ملفات أخرى مثل ملف الكهرباء بدأت
هنالك عمل كبير جدا فيه ايضا ملف الصحه، موضوعة الضمان الاجتماعي والاعداد لهذا القانون اللي هو ربما اذا شرع بالشكل الصحيح وتمت عملية صياغته بالشكل الذي تستفيد او تحقق فائدة منه الفئات الاجتماعية المنكوبة، انا اعتقد ستكون فيها يعني على الاقل رسالة ايجابية او محاولة لتصحيح وجهة نظر عموم الشعب العراقي تحديدا الطبقات يعني الفقيرة من يعني العملية السياسية. نعم. وإمكان أن يكون هنالك مثل ما يقال أن يرون أو يرون ضوءا في نهاية النفق، يعني مقابل الحكومة هنالك نظر من الشارع العراقي إلى منجزات الحكومة. دعني أستاذ دكتور علي أن أرحب بالسيد النائب عامر الفايز رئيس كتلة تصميم النيابية، حياك الله سيادة النائب. يتحدث ضيف الكريم عن عمل الحكومة ومساراته، وبالتالي هنالك من ينتظر من المواطن هذه الإنجازات ومن يراقب من قبل مجلس النواب. أوساط نيابية سيادة النائب نوهت إلى أن الوفرة المالية اللي يعني تتمتع بها خزينة الدولة العراقية راح تكون سبب رئيسي في نجاح عمل الحكومة الحالية، بالتالي إلى أي مدى من الممكن أن توفر هذه الوفرة المالية فرص استثمارية، فرص تشغيلية، فرص للمواطن العراقي لكي يحقق بعض المكتسبات اللي انحرم منها في الأعوام السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بدءا أحييك وأحيي ضيفك الكريم ومشاهدي القناة العامية جميعا، حياك وأشكركم على الاستضافة. حقيقة الوفرة المالية بالتأكيد ستكون سلاح قوي بيد حكومة السيد السوداني، لأنه ابتدأ عمله بشن حملة على الفساد والمفسدين ومستمر بهذه الحملة. يعزز ذلك الوفرة المالية الموجودة في غزير الدولة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، هذا أيضا سيكون عام مساعد إلى السيد السوداني لتنفيذ منهاجه او برنامجه السياسي الحكومي الذي قدمه امام مجلس النواب. وكلنا سمعنا وراينا ان هذا المنهاج الحكومي فيه تعيين يعني قضاء البطاله عن طريق توفير فرص العمل، ليس كلها عن طريق القطاع الحكومي، فلذلك سيشجع الاستثمار وسيشجع القطاع الخاص لغرض توفير فرص عمل الى الشباب العراقيين. طيب اسمح لي ان ارحب بضيفي الكريم استاذ قاسم العبودي مجددا، حياك الله استاذ قاسم. الله نتحدث عن ما يستعد اليه رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني من اطلاق مشروع اقتصادي او اصلاحي كبير للاقتصاد العراقي، وبالتالي انعاش الواقع الاقتصادي على عدة مستويات، طبقات الموظفين، المتقاعدين، العاطلين عن العمل. هل من الممكن أن يسهم في تهدئة الشارع أو لربما انعاش الشارع، انعاش المواطن، العائلة العراقية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولضيوفك الكرام المشاهد الكرام. حقيقة يعني خط الشروع الذي خطه له نفسه السيد السوداني حقيقة بدأ بخطوات واضحة وخطوات يعني ناجحة إلى حد ما. يعني هذه اللحظة هنالك في جعبة السيد السوداني كثير من الدوافع يعني التي تدفعه باتجاه أن يكون هناك تطبيق لبرنامج الذي أعلن عنه. هناك وفرة مالية، هنالك حقيقة رضا مجتمعي، هنالك اصطفاف مرجعي أيضا وتأييد يعني مبطن المرجعية باتجاه الخطوات الإصلاحية التي قام بها السيد السوداني من تقديم بعض ملفات الفساد وفتحها. لكن الشارع العراقي لن يهدأ إلا إذا كان هنالك ما يمكن أن يفعله السيد السوداني ويتناغم مع متطلباته، مثلا يعني الخدمات، غير ذلك مثلا بعض التعيينات، استقطاب الشباب للعمل، تقديم رموز الفساد الكبيرة إلى القضاء العراقي والإشارة لهم. حقيقة هذه مجتمعة عندما تكون في سلة واحدة وفي برنامج واضح وخطوات واضحة أعتقد سوف تلقي بظلالها على الشارع العراقي الذي بين راض وبين رافض. فضلا عن ذلك سيدي الكريم، هنالك بعض القوى السياسية التي تراقب بصمت، وأعتقد أن أي ثغرة أو خطأ في برنامج السيد محمد الشياع السوداني سوف ينقلب بالضد من العملية السياسية بأكملها. لذلك حقيقة نقول هنالك بعض الفقرات ربما غابت عن السيد السوداني، وهي
حقيقة موضوع السيادة العراقية وموضوع التواجد الأجنبي وموضوع الاحتلال التركي شمال العراق، كان يفترض بالسيد السوداني في هذه المرحلة أن يشير لإشارات بعيدة على أنه هنالك ضمن البرنامج الحكومي ما يستدعي جهدا خارجيا من أجل تفعيل القرار البرلماني القاضي بإخراج القوات الأجنبية. ناقشنا هذا الموضوع في حلقات سابقة أستاذ قاسم، ولكن يعني خلينا نخصص هذا الملف حول شق طريق الحكومة نحو الإصلاح، لا سيما الإصلاح الاقتصادي وضمن المعطيات السياسية. نعم دكتور علي، المقدمة صحيحة يعني بالتأكيد فعلا. أستاذ قاسم، نعم ولكن مقدمة صحيحة والخطوات جريئة وحقيقة شجاعة، لكنه نعم هذا لا يكفي، يعني الأمنيات لا تكفي سيد الكريم، ويقتصر الفترة تطبيق نعم عملي لهذا البرنامج. يعني كانت هنالك محاولات لضرب الفساد الإداري والمال المستشري وكذلك على المستوى الدولي والإقليمي، ولكن المشروع الاقتصادي أو المشروع الإصلاح اللي ذهبت إليه الحكومة الجديدة دكتور علي، أشار المشروع إلى أنه يتضمن تمكين القطاع الخاص، تحسين بيئة الأعمال، لربما يكون هنالك بانطلاق النشاط الاقتصادي خارج نطاق الدولة وإلى الأمام. بالتالي هل من الممكن راح نشهد مشاريع استثمارية استراتيجية كمشاريع الكهرباء أو غيرها؟ الحقيقة مشكلة الاقتصاد العراقي قائمة على أساس أنه يعتمد بشكل شبه كامل على مورد واحد، أو على يعني وهي الإيرادات المستحصلة عن طريق بيع البترول العراقي في السوق النفطية والتوظيفة في الموازنة العامة، ولا توجد هناك أي يعني إمكانات أخرى لعملية تفعيل يعني القطاعات الاقتصادية الأخرى في هذا المجال. زد على ذلك أنه هذه الأموال المستحصلة هي أغلبها تذهب نحو الموضوعة يعني التشغيلية، أو اللي أغلبها استهلاكية، لا وعدم إمكانية تخصيص أموال لصالح الخطة الاستثمارية وفيما يتعلق في عملية تنشيط الدورة الاقتصادية. أنا أعتقد يعني تلميحات السيد رئيس الوزراء أو بعض الأفكار التي طرحت في المؤتمرات الصحفية السابقة التي استمعنا إليها كانت ربما فيها شيء من الإضافة، يعني خصوصا فيما يتعلق في عملية يعني إنشاء صندوق التنمية العراقي اللي هو يشبه تسمية صندوق الأجيال، محاولة لعملية اقتطاع جزء من الإيرادات النفطية لصالح المشاريع الاستراتيجية المهمة، مشاريع الاقتصادية، دعم القطاع الخاص، أن يكون هناك عملية تشجيع لتنفيذ بعض المشاريع من قبل القطاع الخاص بشكل أو بآخر من أجل تحريك العملية الاقتصادية أو الدورة الاقتصادية التي انقطعت لفترة طويلة جدا نتيجة للسياسات الخاطئة التي استمرت في عملية إغراق السوق العراقي يعني بالتوظيف في مؤسسات الدولة، واعتماد كل الجيش العاطلين على إمكانية يعني الحصول على وظائف من حكومية، وعدم يعني الذهاب إلى موضوعة تفعيل القطاع الخاص لأنه الإمكانات والدعم الحكومي هو شبه مغيب أو غائب. لذلك أنا أعتقد الآن الخطوات التي يعني الآن بدأت بوادرها بالوقت الحاضر تحتاج إلى أن تكون أن تدعم بشكل كبير جدا من قبل مؤسسات الدولة جميعا، فضلا عن أن يبادر المواطنين العراقيين في عملية التعامل معها بإيجابية. نعم. أنا أعتقد هذه ربما ستكون بداية لمعالجة هذا الوضع اللي هو وضع مساوي للاقتصاد العراقي، بمعنى احنا عندنا قطاعات معطلة، قطاع الزراعة معطل، عندنا قطاع الصناعة أيضا معطل هو الآخر، خاصة الصناعات التي كانت بالإمكان أن ترفد السوق العراقية ببعض المنتجات المهمة اللي لازلنا نعتمد على المستورد منها، فضلا عن القطاع الخدمات، أن يكون هنالك القطاع الخاص يعمل بمسألة يعني تنفيذ مشاريع للدولة للخدمات في هذا المجال. أنا أعتقد هذه ربما ستكون بداية بالاتجاه الصحيح. طيب سيادة النائب سيد عامر، يعني يتحدث الدكتور علي الجبوري عن الدعم والإسناد الذي وجه إلى الحكومة، خلينا نحكي على الجانب التشريعي. اليوم الكتل السياسية والأحزاب السياسية خصوصا داخل قبة البرلمان مطالبة بتقديم الدعم لحكومة السوداني، لحكومة الإطار، باعتبار أن الإطار هو نواة إدارة الدولة
وهذه الكتل هي أصبح لها تمثيلا وزاريا وتمثيلا حكوميا، بالتالي اليوم البرلمان هل يقدم الدعم والإسناد لهذه الحكومة باشر لما تأتي الموازنة من التنفيذي إلى التشريعي؟ راح نجد أنه عراقيل وعقبات تحول دون إقرار الموازنة لو يمشي الأمر بسلاسة. في الحقيقة كل الكتل السياسية الموجودة داخل البرلمان اليوم هي من المؤيدة لحكومة السيد السوداني لحد الآن، ومن الداعمة لهذه الحكومة، وتترقب الأداء أن تطابق مع الوعود. لذلك الشعب العراقي كله اليوم أصلاً داعم لهذه الحكومة. فبالتأكيد عندما تأتي الموازنة وفقراتها تمثل ما وعد به السيد السوداني في منهاجه الحكومي، بالتأكيد ستلقى انسيابية بالتمرير، وليس هناك معطلات ولا مشاكل ولا اعتراضات، لأن الكل اليوم يشعر بضرورة تمشي أمور البلاد، بضرورة حل المشكلات الاقتصادية في البلاد لكي يستقر الاقتصاد وتستقر الوضع الأمني، يستقر أيضا على ضوء الاستقرار السياسي. كل هذا معتمد مترابط مع بعضه، والكل اليوم مسؤول عن تنفيذه، خصوصا ان ائتلاف اداره الدوله يشمل او يحتوي جميع مكونات الشعب العراقي، ولن يبقى هناك مكون خارج هذا الائتلاف، الا ان هناك بعض الكتل ربما هي معارضه ومعارضتها ايجابيه وليست معارضه سلبيه. المعارضه الايجابيه هي ما تقوم عمل الحكومه ولا تسقط او تستهدف الحكومة. على هذا الأساس أتوقع عندما تأتي الموازنة إلى مجلس النواب ستمر بانسيابية مريحة وستقارب دون تلكؤات ودون تأخير. طيب أستاذ قاسم، يعني في هكذا حالة المشروع الإصلاحي بحاجة إلى موازنة، وهذه الموازنة من المؤمل أن تكون فيها ارتفاع للتخصيصات المالية ليس للتشغيلية وإنما الاستثمارية، بالتالي هذه المشاريع الاستثمارية من الممكن أنه شقد وتنجز حتى المواطن يلمس آثارها. سيدي الكريم، نعتقد أن الوفرة المالية الكبيرة في الخزينة العراقية سوف تدعم السيد محمد شاع السوداني والموازنة التي سوف تقدم إلى البرلمان. لكن أعتقد يا سيدي الكريم أنه سواء كانت يعني الموازنة تشغيلية أو تكميلية، أعتقد أنه سوف تأخذ مساحة كبيرة في الشارع العراقي، خصوصا مع وجود برنامج خدمي واضح للسيد محمد شاع السوداني. كل المعطيات تشير إلى تقدم الرجل في هذا المجال، وكل المعطيات تشير إلى أنه سوف ينجح باعتبار أن هنالك فواعل داخلية كبيرة داعمة للسيد محمد شاع السوداني وعلى رأسه الإطار التنسيقي وباقي الشركاء في العملية السياسية. إجمالا أعتقد أنه الأمور سائرة باتجاه حسن، وأعتقد أنه علامات النجاح حقيقة بدأت واضحة ومبكرة في الشارع العراقي، وهنالك رضا كبير من الشارع العراقي. ربما نرى يعني بعض الشرائح المجتمع العراقي التي حقيقة همشت في الفترات السابقة، هنالك حقيقة وقع حيف كبير على الشعب العراقي في حكومة السيد الكاظم، خصوصا في فترة تصريف الأعمال. يعني هناك ارتفاع لسعر صرف الدولار، هناك ارتفاع لبعض السلع الأساسية تلامس حياة هؤلاء الناس. لذلك نعتقد أنه الخطوات التي يقوم بها السيد محمد شاع السوداني صحيحة والاتجاه الصحيح، وأعتقد أنه الموازنة التي سوف تمر في تحت قبة البرلمان بالسيابة كما أشار السيد النائب، أعتقد فعلا سوف تمر باعتبار هنالك دعم واضح وكبير للسيد محمد شاع السوداني في مسعى من أجل إرساء بناء دولة عراقية حديثة بعيدا عن الفساد وبعيدا عن حرمان الشعب العراقي من الخدمات التي طالما أرادها. دكتور علي، السيد العبودي يشير إلى الحكومة السابقة وخصوصا في فترة تصريف الأعمال ارتكبت الكثير من المخالفات، وهذه المخالفات تأتي في غياب تعطيل البرلمان وعدم عمل لجانة وعدم انعقاده في ذلك الوقت. استغلت الحكومة السابقة هذا التعطيل ولربما ذهبت إلى تحقيق العديد من الخروقات القانونية والإدارية بل وحتى المالية. كيف تنظر إلى هذا الوضع وتقيمه، ومن ثم كيف سيكون التصحيح؟ يعني بالتأكيد هذه الفترة هي من أكثر الفترات المظلمة في تاريخ العراق الحديث، خصوصا بعد العملية التحول اللي صارت في 2003 بالإطاحة بالنظام الدكتاتوري. عندنا حكومة تقريبا
عملت تقريبا ما يقارب سنة كاملة بدون وجود برلمان. حقيقة البرلمان لفترات كان موجود لكنه كان مغيب نتيجة للخلافات السياسية والبينية بين الكتل السياسية والانشغال في موضوعة الإعداد للحكومة وتشكيل الحكومة وجلسة رئيس الجمهورية وغيرها، في حين استمرت الحكومة بأن يعني ترتكب الحقيقة الحماقات بل والخطايا، سواء كان في المخالفات المالية أو في المخالفات ذات الطبيعة الدستورية القانونية وما إلى ذلك. لذلك جاءت يعني قرارات خاطئة. الآن بدأت حكومة السيد السوداني تعكف على معالجتها بشكل من خلال إصدار يعني قوانين يعني تعديلات للقرارات اللي صدرت، وخصوصا فيما يتعلق بالدرجات المهمة، الدرجات الخاصة، التعيينات، فضلا عن الخروقات المتعلقة بعملية الهدر المالي العام، وكان آخرها تخصيص مبلغ ضخم لمجلس الوزراء أو يعني تأثيث مكتب القائد العام للقوات المسلحة، نعم، 70 مليار دولار. وهذه حقيقة نتيجة لعدم وجود الرقابة، وأنا أعتقد البرلمان يتحمل دور كبير في هذا المجال، لأنه إحنا نعرف إحنا البرلمان عندما ينتخب كممثل للشعب مهمته يعني وظيفتين، التشريعية والرقابية، وكان يمتلك كل يعني الصلاحيات. يعني صحيح ما لا توجد حكومة منتخبة، لكن هو مجلس منتخب ومهمته مراقبة الحكومة، وهي حكومة تصريف الأعمال، لا تستطيع كان بالإمكان أن ينبري البرلمان ويوقف كل القرارات الخاطئة الآن التي بدأت حكومة الكاظمي العفو السيد السوداني في معالجتها، وتواجه بعض الصعوبات خصوصا فيما يتعلق في موضوعة التصوير بعض الإجراءات وأنها كأنها استهداف لبعض القوى السياسية وما إلى ذلك، في حين أنها عملية تصحيح للخطوات الخاطئة التي اتخذت في هذا المجال، فضلا عن مواضيع الأخرى اللي بدأت تنكشف تدريجيا. لذلك أنا أعتقد الآن إمكانية التصحيح قائمة، لكن أيضا تحتاج إلى وقت ليس بالقصير، لأنه الموضوع أو التركة مثل ما وضحنا قبل قليل يعني ثقيلة. مسألة التركيز حكومة السيد السوداني على ملفات بعينها أنا أعتقد هو خطوة حكيمة في هذا المجال، لأنه إذا يعني ناقشنا كل الملفات أنا أعتقد سيكون هنالك سقف زمني بحدود أكثر من دورتين إلى ثلاثة دورات بعمل مضني وعمل حقيقي وصحيح لا يمكن عملية معالجته بشكل كامل. لذلك أنا أعتقد هنالك مثل ما يقولون المهم والأهم، الآن التركيز على الخطوات الأهم اللي هي ذات علاقة يعني الطبقات الفقيرة، المجتمع، الطبقات المسحوقة بالمجتمع، معالجة بعض السياسات الخاطئة، تفعيل موضوعة الاقتصاد ومعالجة بعض الجوانب المهمة، جيش العاطلين، هنالك موضوعة مواضيع كثيرة فضلا عن المتعلقة بالخدمات، الصحة وموضوعة الكهرباء وغيرها، هذه التي ينبغي أن تكون هنالك الآن هنالك دور أو يعني سعي حكومي كبير جدا في هذا المجال يشرف عليه بشكل شخصي السيد محمد الشيع السوداني. لما تكون هكذا خطة موضوعة أو ستضع من قبل الحكومة سيادة النائب، إذا أتت الموازنة بهذه التفصيلات إلى مجلس النواب، بالتالي ما راح تتعارض مع إيرادات كتل سياسية، أحزاب سياسية اعتادين على سقوف عالية من قبل بعض الكتل بتحقيق مطالبها، تطبيق البترودولار، تطبيق قوانين النفط، بالتالي هنالك تقسيمات وتخصيصات مالية إلى المحافظات، هذه كلها لربما إن لم تأتي في البرنامج الوزاري لربما يعترض عليها بعض السياسيين باعتبار أنهم ممثلين لمحافظاتهم. طبعا السيد السوداني في ذهنه مثل هذه النقاط، وتوجهه اليوم توجهه نحو المحافظات بالكامل، سواء الجنوبية اللي هي محافظات يعني محافظات أهل، نقول المحافظات الجنوبية والوسطى الجنوبية والشمالية والغربية، كلها في عين السوداني ذات اعتبار واحد ومقياس واحد. على هذا الأساس أنا في تصوري، خصوصا مع تعدد الوجوه داخل الكابينة الوزارية،
تتشارك كلها لتنظيم موازنة عادلة ومنصفة للجميع. طبعا إذا كان هناك غبن فيها لإحدى المحافظات أو قطعة سيتم إكرام تلك المحافظة. أما إذا رؤيت هذه المسائل وفق القانون وفق الدستور وهناك قوانين تتوجلها إلى آخره، إذا كلها رؤيت أثناء وضع الموازنة قطعا سوف لن يكون هناك إعتراض بل وليس هنالك مجال للإعتراض، خصوصا أن الكتل السياسية بالكامل اليوم توجهها غير توجه الفترات السابقة، لأنه اصطدموا بالناخب العراقي واصطدموا بالشعب العراقي الذي هو يعي كل خطوة خطوها واصطدموا به، وهنالك فجوة كبيرة تحتاج إلى الردم بين سياسي الحاكمين اليوم وبين الشعب العراقي نفسه. فلذلك الكل سيعطي تنازلات والكل سيمضي نحو إرضاء الشعب وإرضاء الناس وإحقاق الحق والعدالة بين المحافظات كي لا تكون هناك اعتراضات أو احتجاجات وتنضي الأمور كما يراد لها أن تنضي. أشكرك شكرا جزيلا سيد نائب عامر الفايز رئيس كتلة التصميم النيابية، انضممت معنا عبر الهاتف، والشكر كثير لحضرتك أستاذ قاسم العبودي المحلل السياسي، والشكر الأوفى للدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. ضيوف الكرام شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، نتواصل مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع مجددا. حياكم الله. الانتخابات البحرانية اللي تجري وفق المقاييس الرسمية، الكل إلى الحق في المشاركة، فئات بعينها وجنسيات أجانب باستثناء الغالبية، فهي مطروحة خارج قوس، هكذا كان منهج سلطات المنامة في الإعداد والتحضير لما أسمته العرس الديمقراطي. وبناء على هذه المقدمات اللي وسعت الفجوة بين الشعب والنظام، قررت المعارضة البحرانية مقاطعة هذه العملية الانتخابية. نفتح وياكم مشاهدين أحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. الانتخابات البحرانية الفاصل الإعلاني الممل الذي تجدده سلطات المنامة كل 4 أعوام وقبيل ساعات من الانتخابات البرلمانية والبلدية، يبدو موقف المعارضة من المشاركة في هذه العمليات الانتخابية ثابتا بالمقاطعة وصفة إياها بالصورية، فهي تقام في بيئة يسودها القمع السياسي بحسب وصف منظمة العفو الدولية مختصرة واقع الحريات هناك، حيث انتهاكات السلطات الخليفية وسحقها المعارضة وتضييق الخناق عليها. إننا نؤكد وبضرس قاطع على وجود إجماع كامل لدى المعارضة والحوزة والعلماء على مقاطعة الانتخابات الشكلية والصورية التي تريد السلطة أن تجريها في البحرين. إننا ندعو جميع أبناء شعبنا إلى إفشال هذه المهزلة الانتخابية. مقاطعة الاستحقاق تأتي بعد نفاذ كل السبل المفضية إلى الحلول والمبادرات مع السلطات الحاكمة والمشاركة فيها، يعني القبول بمزيد من الانتهاكات والارتماء في الحضن الصهيوني. والتاريخ القديم لمسرحيات الانتخابات خير شاهد ودليل، فبعد إنهاء فصل الطاعون بدأت مرحلة العزل السياسي والتلاعب بالكتلة الناخبة. ما نعيشه من ظلم وقهر واستبداد ونظام شمولي مطلق يمارس القمع بقساوة وحشية في كل اتجاه، لا يمكن أن أتحدث عن انتخابات في ظل وجود كل قيادات ورموز هذا الوطن الدينية والوطنية في السجون أو في المنافي القسرية. ومع شكلية العملية الانتخابية والخفة التي يظهر فيها المترشحون، فنتائج الانتخابات محسومة قبل ميعادها من حيث التركيبة أو النتيجة، وهي تهدف لأمرين: إنتاج مجلس نيابي يمثل الحكم للشعب، واستفادة النظام من هذه العملية في خدمة صورته أمام المحافل الدولية بأن الأوضاع في البحرين تسير وفق الآليات الدستورية. علي حبيب، الأيام الفضائية.
حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ارحب بضيفي الكريمين الدكتور حيدر البرزنجي رئيس مركز الوان الحوار، حياك الله دكتور حيدر. وكذلك ارحب بضيفي الكريم عبر سكايب من لندن المعارض البحريني السيد جواد عبد الوهاب، حياك الله سيد جواد. ابدا مع حضرتك سيد جواد، نتحدث عن عمليه انتخابيه ستجري خلال يوم الغد، بالتالي امتناع البحرانيين بشكل واسع عن المشاركة في هذه الانتخابات، إلى متى عزوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى ضيفك الكريم وإلى المشاهدين الأعزاء. أولا حياك الله، أن المعارضة حققت نجاح كبير في الآونة الأخيرة، بداية إفشال زيادة أعضاء لتلبيه صورة النظام وامتحان بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التي وجدت لها صدى واسع في داخل البحرين، خاصة أن البحرانيون يعني جربوا خلال 4 دورات من الانتخابات وفشل هذا البرلمان وفشلت هذه الطريقة وفشل هذا المشروع في تحقيق أي من طموحات وأماني الشعب البحراني. من هنا نجد أن النظام التجأ إلى المجنسين، إلى جيش المجنسين الذين جنسهم خلال العقدين المنصرمين، ولذلك الانتخابات ستجري، سيقوم النظام بتنظيمها، ولكن ليس للشعب البحريني الأصلي، وإنما سيستعين بهذا الجيش من المجنسين، ظنا منه أنه يستطيع إيهام العالم بأن في البحرين هناك عملية ديمقراطية وعملية انتخابية تجري في البحرين. لكن الحقيقة أن العالم اطلع على أن جميع فصائل المعارضة اتفقت على مقاطعة هذه الانتخابات. طيب دكتور حيدر، نتحدث الاستقرار والتوافق الوطني ربما كان ينقص هذه الانتخابات، تسير السلطات البحرانية لتخاطب جهة واحدة هي الغرب وتوحي بأنها تطبق معايير الديمقراطية، بالتالي هذا الخلل الكبير الذي أوضحته المعارضة البحرانية والذي أوضحه السيد جواد عبد الوهاب في حديثه، ألا يؤشر على مستوى دولي بأن هذه الانتخابات ستكون غير شرعية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك ولضيفك الكريم ولمتابعي قناتكم وللشعب البحريني المظلوم. الأغلبية معروف أنه يجب أن يكون هناك وفق النظم الديمقراطية أن يكون حكم الأغلبية خصوصا في مجلس النواب، وهذا معروف في الدول الديمقراطية والأنظمة التي تتخذ من النظام البرلماني أو النيابي طريقا للديمقراطية. اليوم وأنا أتحدث مع جنابك يعني صدرت بيان لسماحة الشيخ آية الله عيسى قاسم يدعو الشعب البحريني إلى عدم المشاركة ورفع هذه الشرعية التي يحاول من خلال النظام البحريني أن يعطي صورة مشوهة ومشوشة للمجتمع الدولي بأنه يقيم انتخابات نزيهة، وحتى المجتمع الدولي حقيقة غير صادق في هذا. لماذا؟ لأنه هذا الشعب تعرض إلى انتهاك وتعرض إلى الفتك والهتك والإسقاط الجناسي والتعذيب، ويوميا نرى مجموعة كبيرة من الشهداء أو خلف القضبان لأنهم يختلفون سياسيا مع نظام الحكم البحريني. فبالتالي لو كانت فعلا هذه المنظمات الأممية صادقة ويريدون أن يوصلوا الحكومة أو السلطة هناك في البحرين أن توصل صورة حقيقية، لكان تدعو هذه المنظمات والأمم إلى المشاركة في الإشراف أو المتابعة لهذه الانتخابات، وبالتالي أغلبية الشعب البحريني لن يشارك في هذه الانتخابات يوم غد. سوف تتضح الصورة جلية. لماذا؟ لأنه لا يمكن لهذه الصورة الإعلامية التي يحاول النظام أن يصدرها إلى خارج البحرين ممكن أن تغطي عما سوف يحدث داخل البحرين. بالنتيجة النتائج محسومة. أنا أعتقد الشعب البحريني واعي
وواعي جدا، لا يمكن أن يعطي مساحة لآهلية ولشرعية هذا النظام بأن يذهب غدا ويشارك، خصوصا بعد أن أطلق سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم هذه الدعوة، ومعروف عن الشعب البحريني ملتزم التزاما كبيرا بمفردات عقدية ومرجعية واضحة صريحة. لماذا؟ لأنه هو نفسه سماحة الشيخ تعرض إلى انتهاك من قبل هذه السلطة، وحاولوا أن يقتلوه ويغتالوه بكل صورة من الصور، وعشرات بل مئات بل آلاف من الملفات المعروفة، يعني هم يلجؤون إلى المجنسين من أجل أن يذهبوا بانتخابات نزيهة، يحاولوا أن يمكنوا غير البحرينيين الأصلاء حتى يتمكنوا من السلطة. نعم. طيب أستاذ عبد الوهاب، يعني كل هذه الإشكالات كيف ستنعكس على الانتخابات من وجهة نظرك الاستشرافية؟ يعني عبر التجنيس اللي تفضل به دكتور حيدر البرزنتشي، العسكريين، المال الانتخابي، النظام الانتخابي، إدارة تفاصيل الانتخابات، ومن ثم عملية الرقابة على هذه الانتخابات، كلها إذا ما مورست بالطريقة التي تريدها حكومة المنامة، كيف ستكون نتائج الانتخابات؟ وكيف من الممكن أن تبرز المعارضة إرادتها في هذا الجانب؟ شوف، خلني أوضح لك شيء، أن العملية الانتخابية ستجري في البحرين، وأن النسبة ستكون فوق 70%، كل شيء في إيدها السلطة، يعني كل السلطات يعني تتمركز في يد الملك، من اللجنة الانتخابية إلى السلطات في البحرين القضائية والتنفيذية وما أشبه، كلها تتركز في يد واحدة هي في الديوان الملكي، ويستطيعون أن يلعبوا. موقف المعارضة من مقاطعة الانتخابات ليس من أجل تعطيل هذه الانتخابات، النظام سيجريها، وليس لديه مشروع آخر لتقديم نفسه إلى العالم، لكن عندما أعلنت المعارضة هذه المقاطعة تريد أن تثبت للنظام أن لديها موقف، أنها تقول للنظام لا، أنها لا تمنح النظام الشرعية التي يفتقدها. عندما يذهب أي بحراني إلى صناديق الاقتراع معنى ذلك أنه يعطي هذه السلطة شرعية ويوقع على أساس كل إجراءات السلطة، من الاعتقالات إلى انتهاك الأعراض إلى هدم المساجد إلى إسقاط الجنسيات، هذا ما يريده النظام. وحتى الذي يذهب ويشارك وبورقة بيضاء مثلا، هو يزيد من النسبة، نسبة المشاركة في الانتخابات، ولذلك لن يذهب البحراني. النظام ليس لديه مشروع آخر يقدم نفسه للعالم إلا هذه العملية الانتخابية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية فضحت هذا النظام طوال العشر سنوات الماضية، مئات التقارير الحقوقية التي أثبتت انتهاكات هذا النظام، وحتى حماة النظام من البريطانيين والأمريكيين يحثون النظام على تخفيف حالات انتهاكات حقوق الإنسان، يعني حتى هؤلاء يعترفون بأن هذا النظام منتهك إلى حقوق الإنسان وحقوق البحرانيون. ولذلك فإن قضية المقاطعة هي لإبراز هذا الموقف للعالم، بأن شعب البحرين هذه قوى فصائل المعارضة، هذه القوى هي التي تمثل شعب البحرين وهي تعلن مقاطعتها. طيب، هذه المقاطعة أشرت حضرتك للمنظمات الدولية سيد جواد، وهذه المنظمات الدولية دكتور حيدر يعني كان آخرها منظمة العفو الدولية اللي أوضحت بأن هذه الانتخابات راح تعقد ويسودها القمع السياسي، ورافقت هذه المنظمات الدولية مسيرة المتغيرات السياسية في البحرين كما أوضح الضيف الكريم. نعم، للأسف الشديد لا صوت لبعض المنظمات الأممية التي تحاول أن تنقل الحقيقة. لماذا؟ لأنها تغيب في ظل دفع مال سياسي حتى لهذه المنظمات. هناك تواطؤ كبير سياسي حقيقة بين هذا النظام
وبين الأنظمة الأوروبية. هناك حماية سياسية يتمتع بها هذا النظام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل بريطانيا، من قبل بعض الدول الخليجية، حتى تغطي على مدى الإجرام الذي يرتكب بحق أغلبية الشعب البحريني. نحن ننظر ونرى ونتابع ونتحدث مع مجموعة كبيرة من الأخوة البحرينيين يتعرضون لشتى أنواع الانتهاك، وبالتالي لا أثر لهذه الأصوات، بدليل كثير من الجالية البحرينية خرجت إلى بلدان متعددة حتى تحمي نفسها من الملاحقة والقمع. تذكرني أو يذكرني النظام البحريني بالنظام الدكتاتوري، نظام صدام البائد، الذي كان يلاحق حتى المعارضين في دول أوروبا ودول أخرى من أجل اغتيالهم. فبالنتيجة لا أثر لأي منظمة يعني أممية قلنا أو غير أممية تحاول أن تعطي ضوء أو ومضة حقيقية عن ما يجري في الداخل البحريني، لأنه لا يسمع صوتها. بالنتيجة أنا أقول ينتصر يوما ما الشعب البحريني، هذا الشعب الصابر المثابر الذي دفع ثمنا كبير وغالي، هذا الشعب العقائدي الذي ينتمي لثورة الإمام الحسين، لا بد له أن ينتصر يوما ما حقيقة، وإن كان هناك تراكم من الظلم والطغيان. وهذه الانتخابات يعني أنا أعتقد هي شكلية ليس أكثر. دكتور حيدر البرزنشي رئيس مركز إعلام الحوار أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر كثير لجناب السيد جواد عبد الوهاب المعارض البحراني حدثنا عبر سكايب من لندن. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام، وشكرا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في الغد بمشيئة تعالى يتجدد اللقاء، في أمان الله.